بالعودة إلى الشأن الأمريكي، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي الأستاذ عمر محمد. أهلا بكم أستاذ عمر إلى استوديو الرافدين. عندما نرى رد من البنتاغون على تصريحات الرئيس بوتين اليوم بأن واشنطن مستعدة للدفاع عن نفسها، إلى أين تذهب العلاقات الأمريكية الروسية برأيك؟ العلاقات متوترة منذ فترة الانتخابات، أقصد فيما يتعلق بالشأن السياسي والشأن أيضا العسكري والدبلوماسي. قبل الشروع في هذه الانتخابات التي أدت إلى انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب، لا ننسى أنه كان هناك طرد للعشرات من الدبلوماسيين الروس. الروس لا يملكون القدرة على الرد الدبلوماسي على أساس ما تفعله الولايات المتحدة، وهم يلجؤون إلى تطوير هذه المنظومات النووية والمنظومات الصاروخية، لكن حتما فيما يتعلق برد مباشر لا يكون هناك رد مباشر. الحرب بالوكالة مستمرة، الحرب بالوكالة مستمرة في اليمن، مستمرة في سوريا، وما شهدناه مؤخرا طائرة إسرائيلية من قبل المنظومة الصاروخية السورية، هي بالتالي منظومة روسية، وبالتالي طائرة هي واحدة من الطائرات الأمريكية الموجودة لدى إسرائيل. برأيك أمام ما يجري، أنت قلت بالحرب بالوكالة تعمل بين أمريكا وروسيا في المناطق العديدة، منها سوريا وأيضا العراق واليمن وما إلى هنالك من المناطق الأخرى، برأيك هل نحن أمام حرب باردة جديدة وأيام الحرب الباردة القديمة سوف تعاد مرة أخرى؟ أستاذ عمر تسمعني؟ أستاذ عمر أعيد السؤال، يعني هل نحن أمام حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بخلال الحرب التي تدار بالوكالة في المناطق في اليمن وسوريا والعراق أيضا؟ يبدو أن الاتصال مع الأستاذ عمر محمد الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي قد قطع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن عبر الهاتف.